معانا أستاذة أمل. ألو، أهلا وسهلا يا أستاذة أمل، اتفضلي أهلا. اتفضلي مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي، اتفضلي الشيخ فتحي معاكي يا أستاذة أمل. بالله عليك عاوز أسأل الشيخ سؤال. اتفضلي يا حبيبتي معاكي. أنا متجوزة من 14 سنة، تمام، وبقالي بنعاني مع جوزي ياما وشوية، وجبت منه ولا وبيت، وبقى بيشرب بعد ما جبت الولا، ودلوقتي بهن كل شوية ويشتم فيا ويضربني، وآخر مرة جلدني وضربني وحدفني من على السلم، لا حول ولا قوة وقال لي انت طالق بالتلاتة. طلقك يعني؟ وهو كان شارب ساعتها. مش عارفة الوقت دي كان ايه، بس ضربني وفرج الدنيا عليا انا من العريان، وجلدني، خلى الضرب عليا مبرح. لا حول ولا قوة الا بالله. طب ما دام ما طلبتلوش البوليس؟ قدرتش عشان اهلي احنا ارياف، قالوا عيب وفضيحه في حقنا. ما هي دي الكارثه يعني، لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين حصل ايه بقى؟ وبعدين حصل جليدني وهرني وسجل لي بالتليفون ان انا من شتمه، وانا ما شتمتوش، انا من كله خد لحقك من اهلك واخواتك ومرات اخوك، ما فيش فايده. هو الكلام ده بقاله فتره ولا لسه قريب ولا ايه بالظبط؟ يوم يعني الجمعه اللي عدى. طب وحصل ايه؟ اتدخل ايه الموقف ايه دلوقتي؟ الموقف دلوقتي انا مصممه على الطلاق. هو رجع لك يعني قال لك اي حاجه؟ هو جه شكا مني وقال لهم انا هنشوف يمين الطلاق، ولو ينفع ترد ترد بشروط. ده اللي شغله دلوقتي، ان هو كده طلق ولا ما طلقش؟ اما انا ما عادش عاوزه نرجع خالص، لاني بصراحه جلدني. طب ما هو طبعا حقك يعني، لا حول ولا قوه الا بالله. ودلوقتي عيال اللي بينه لو اتطلقت بكل ما عدتش هتشوفيهم. هو اولادك صغيرين ولا كبار؟ الولا عنده 6 سنين ونص والبنت عندها 10. طيب بصي يا استاذه امل، يعني طبعا الشيخ فتحي هيرد عليكي، بس استسمحك تسيبي تليفونك، تمام؟ سيبي تليفونك لان في تفاصيل كتيره، مواضيع دي بتبقى، بس انا ايه ده يعني، انا مش قادره افهم هي واحده زي دي تتصرف ازاي. حضرتك يمكن دي صوره برضك متكرره، واحنا كمشايخ متكرره بصوره رهيبه جدا. سبب الانفلات الاخلاقي والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، والسبب الاتجاه الناس الى المخدرات، دي السبب، دي النتيجه، هي دي النتيجه. ويا ريت اشوف هي حرصها مع الذله والاهانه اللي هي فيها، حرصان البيت والعيال، خايفه على العيال، عندها حرص ان البيت ما يتفككش. وخلي بال حضرتك انا بقولها، حتى لو راح وطيب خاطرها هترجع، دي طبيعه المراه المصريه. لا ما هو ده غلط برضه. هو ده غلط. صح يا شيخ فتحي؟ لا مش صح، بس انا بقول لك حرص الواحده برغم اللي بيحصل وعاوزه البيت يستقر. احنا بنقول دلوقتي لا، هو ده كده يا شيخ فتحي اسمه لوي دراعي. ما هو بيقول لها ما هو بس عشان نفهم الموضوع، انا ما بتكلمش عليه هو، انا ما بتكلمش عليه وقت هو، احنا لا بنتكلم على الحاله دي دلوقتي. لا انا بتكلم على نقطه بقول ان المراه المصريه برغم اللي بيحصل فيها ورغم المهانه اللي بيكون عليها، مش عاوزه البيت يتخرب. طبعا بتصبر ويبقى عندها صبر رهيب جدا. انما انا عاوز اقول، اوجه رساله لهذا زوج، يعني بصراحه يعني ماذا هو الزوج دلوقتي مش سامعنا اكيد يا شيخ فتحي، بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه بشكل واقعي. اتفضل. مش مساله ان احنا في النهايه بنقول القوانين العامه يعني اغلبنا عارفها باذن الله. دلوقتي في الحاله دي هي اتجلدت وطلقها، وكمان رجع يقول انا مش عارف انا كده طلقت ولا ده اللي شاغله، وهي طبعا مش عايزه ترجع له، خايفه انه يحرمها من الولاد. الشرع يقول ايه ده؟ الشرع بعيدا عن يعني ايه ان انا هضعف او انت استحملي عشان بيتك وعشان ولادك، لا الشرع يقول ايه؟ الشرع بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، وربنا بيقول وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، المعاشره بالمعروف راحت. طيب يبقى اصبح ما فيش معاشره بالمعروف، هتعيش على ايه؟ على اي اساس؟ لو لود راحه بالولاد تتطلق ولا لا؟ حاجه على حسب، بصي يا حضرتك هي تقدر الحاله على حسب حالتها. بمعنى انسان مدمن، انسان لا يتقي الله فيه، انسان مش امين على بيته وعلى اولاده، انسان ما هوش امين عليها هي اصلا، انسان مش امين على دينه اصلا، فبالتالي استحاله العيشه معاه. العيشه معاه في هذه الحاله ربنا سبحانه وتعالى فرض وصن الطلاق وشرع الطلاق. طيب انا هقول لحضرتك حاجه وصحح لي لو انا غلط. اتفضل. بشوف في موقف زي ده لو استشاره انسانيه ملهاش علاقه بالدين، وحضرتك قول لي ان الانسان لو خاف على اولاده وان يتلوي دراعه بالولاد هيبقى غلط عليا لو انا ما خدتش قرار الطلاق، لان انا المفروض اعتمد ان ربنا هو اللي هيحميني، هو اللي هيقويني، هو اللي هيربي لي عيالي، لكن انا لازم اخد قرار الطلاق. طبعاً. الكلام ده صح؟ طبعا انا بقدر الحاله اللي انا فيها. اصل انا هقول بالمثل العام شويه كده، اللي جوه النار هو اللي حاسس بيها، مش اي حد حاسس بالمعاناه اللي عندها. هو انسان مش امين،
وخلي بال حضرتك الانسان دي لو الاولاد فضلت معاه هيبقوا زيه بعد كده هيشربوا منه. يمكن كان زمان كان زمان الواحد بيقدر اتكل الله طب معلش طب بيتك يرجع. دلوقتي الامور زمان انفلات اخلاقي عنده تبجح بصوره ما تخيلهاش. وحضرتك حتى شوفي السفة انا مش عارف انا طلقت واقع اليمين ولا مش واقع. ايه ده ايه ده اسلوب اصلا استحقاق. والغلظه دي حاجه طب ده انت طب انت يعني ده مفروض يتبلغ عنه ويضايق حاكم يعني طبعا وحتى يبقى عايزه وعبره اللي حواليها الوسط قالوا لها لا ما تبلغيش ده احنا مش عايزين فضايح. لا مش حاجات فضايح بقى انا بقول لحضرتك دي ان اهتمام الاسر المصريه كده خلاص نطمطم على الموضوع واصبري ومعلش وكل الناس كده وكل البيوت كده. أيوة. بس مش هنصلح حاله. صح. انت بتصدري المجتمع دلوقتي وبيدمروا واحده ثانيه بقى مش واحده ثانيه انت بتصدري اولاد عندهم خلل وعطب في النفس عندهم سوء في الاخلاق وعندهم عقد نفسيه محتاجين اطباء نفسيين يعالجوهم. انت الزوجه نفسها محتاجه كونسول من سلطه من الدكاتره يعالجوها بسبب الاهانه النفسيه والمعنويه واللفظيه والماديه الى غير ذلك. فهو انسان مش امين هو. أيوة. انسان خان وصيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو انسان خد الزواج على انه استمتاع ورغبه وشهوه الى غير ذلك ما يمشي بالحقوق والواجبات اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسس ليه ما خدهاش. بالظبط. بصي يا استاذه امل يعني احنا بنقول لك وطبعا في النهايه انت قادره واحده بنفسك لازم تكوني قويه من جواكي قويه بالله. اسعي ان انت تاخدي حقك. حقك ده تاخديه ازاي؟ ان انت اول حاجه ما حدش هيقدر يقول لك روحي اتطلقي بس دي انت اللي بتقولي انا مش قادره اعيش معاها لان دي فطرتك السليمه. امشي ورا فطرتك ورا قلبك بيقول لك ايه. طيب ولادك اللي انت خايفه عليهم دول ربنا قال لام سيدنا موسى اذا خفتي علي فالقيه في اليم ولا تخاف ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك. فبثقتك وبيقينك ولادك هيرجعوا لك لان القانون معاكي ان الحضانه معاكي. فكره بقى انك حواليك يقول لك ما ترفعيش قضيه ويبقى اسمك رفعتي قضيه على ابو ولادك مالكيش دعوه بالكلام ده. امشي بشرع ربنا ودافعي عن حقك ده ما يتعارضش ابدا مع اي حاجه. والنقطه الثانيه اللي بتشغل الناس كلها ان خايفه من موضوع الرزق. بالظبط. الزوج اكان وليس رزاق فاذا ما ذهب الاكال بقي الرزاق. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. الرزق عند ربنا. أهم حاجة عيشي بحياتي بكرامة. النبي يقول كده ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. صح. أنت هتفضل تذل حد يتحمل من البلاء ما لا يطيق. ده صحيح. لا لا ما تذلش نفسك. صح. وربنا كرمك ولقد كرمنا بني آدم. وربنا لما جه جعل الزواج جعل آية كأنه كآية كخلق السماء عشان الحكمة اللي فيه عشان السكن عشان المودة علشان الرحمة علشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمكن في أحاديث كتيرة جدا 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 يرفع من كرامة المرأة ومن شأن المرأة وعزة المرأة. يمكن الدين الوحيد اللي موجود الذي رفع من شأن ومن كرامة المرأة. إنما النوعية ديت ما تعلمش دين. أيوة. علشان كده دايما هنفضل نكرر ونقول إن الجواز وسيلة مش هدف. وسيلة للوصول لربنا وسيلة للاستقرار. ما حققتش ده خلاص نقطة ومن أول السطر. حققت ده وصلتنا لربنا وعرفنا نعين بعض على الدنيا. لكن ما تزليش نفسك لا علشان رزق ولا عشان ولاد ولا عشان أي حاجة. مبدأ ضحي ضحي وموتي نفسك عشان خاطر ولادك. ولادك هيموتوا معاكي. نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.